إذن بالعودة للحديث عن الأوضاع في تركيا والتحديات التي تواجه الرئيس التركي بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو. حياكم الله أستاذ طه. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ طه. بداية، ما هي دلالات النتيجة التي تحققت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، وإلى أي مدى دحضت الادعاءات بوجود حكم غير ديمقراطي كما كان يروج لهذا الموضوع؟ تحياتي لك في البداية والسادة المشاهدين. من دون شك عن الانتخابات التركية، وخاصة يعني الجولة الثانية، هي أثبتت بأن هناك أن الشعب التركي واعي بالدرجة الأولى، وهناك الديمقراطية هي تجسدت بشكل واضح، خاصة بعد هناك الأخبار ووسائل الإعلام الغربية تحدثت يعني عن وصفت الرئيس أردوغان بالديكتاتور. ولاحظنا أن الرئيس على الرغم من فوزه في البرلمان في الجولة الأولى، لكنه لم يحسم الانتخابات من الجولة الأولى وحصل على 49.5%، ولكن كانت هناك جولة ثانية وتم من خلال هناك ثقة الشعب التركي بقائده وبرئيسه رجب طيب أردوغان، تم منحه ثقة بولاية جديدة لمدة 5 سنوات. هذا كما أشرت لك، هناك حالة من الوعي والنضوج الديمقراطي في تركيا بدأت واضحة وتابعناها جميعا، حتى يعني هي فاقت يعني عدد كبير من دول المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتغنى بالديمقراطية، لاحظنا العام قبل الماضي في الخلافات التي حصلت بعد وصول بايدن، ما بين بايدن وترامب في الكونغرس الأمريكي. برأيك، إذا أردنا الحديث عن موضوع تشكيلة الحكومة، ما هو شكل التشكيلة الوزارية التي سيعلنها أردوغان، خاصة بعد تركيزه في خطاب النصر على نقاط هامة تشكل أولوية لدى الشعب التركي حقيقة، وبعد إطلاق أيضا رؤية مئوية جديدة تزامنا مع ذكرى فتح القسطنطينية؟ ما هو شكل هذه التشكيلة الوزارية برأيك؟ يعني أنا أتصور أعتقد كانت هناك إشارات واضحة من خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي ترتيب البيت الداخلي. لاحظنا في الخطاب الذي ألقاه في إسطنبول قبل أن يتوجه إلى أنقرة بالأمس، وتحدث عن موضوع الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 10 من الشهر مارس المقبل يعني، ودعا هناك أهالي إسطنبول بأنهم قادمون. هذه إشارة واضحة بأنه سوف يسحب هذه الورقة أيضا من قبل المعارضة، ولكن قبل أن يقدم على هذه الخطوة هناك محاولات لترتيب أو تحسين الوضع الاقتصادي. قبل ساعات الآن كان هناك اجتماع ما بين الرئيس أردوغان ووزير الاقتصاد الأسبق محمد شمشيك. معلومات تتحدث عن نية أردوغان تسليم حقيبة الاقتصاد في الحكومة وتشكيلة جديدة المقرر الإعلان عنها حسب التسريبات يوم الجمعة المقبل، وهناك أيضا تعيينات جديدة لعدد كبير من الوزراء. سوف نلاحظ أن هناك تغيير جذري في يعني الحكومة، كانت على الصعيد الداخلي أو حتى في التعامل مع الملفات الخارجية. أيضا كان هناك أخبار تحدثت، وهذا إحدى النقاط وإن دل يدل على أن الحكومة التركية أو القيادة التركية الجديدة هي لا تريد أن تضيع دقيقة. تم الإعلان ما بين الرئيس المصري والرئيس التركي في ترسيع العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين وتبادل السفراء. كل هذه أمور هي إشارات واضحة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو يحاول التركيز على الوضع الاقتصادي دون الانشغال أو يعني في الملفات الخارجية. هناك أيضا كان لقاء يعني قبل قليل ما بين بايدن وأردوغان، وتم الحديث عن موضوع F-16. كل هذه الأمور هي إشارات واضحة على أن القادم هناك أفضل بالنسبة لتركيا. طيب أستاذ طه، يعني هذا الفوز سواء بالبرلمان أو حتى بالرئاسة، برأيك هل سيعزز لربما فرص حزب الأكبرتي وحزب تحالف الجمهور بشكل عام في أن يعزز فرصه بالفوز في الانتخابات المحلية المقبلة؟ يعني أنا أتصور أعتقد الانتخابات المحلية هي تعتمد بشكل كبير على الخطوات التي سوف تقدم عليها الحكومة التركية أو التحالف بشكل عام خلال الأشهر القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي. تعلم أن إسطنبول هي بلدية إسطنبول، يعني نجح كافة يعني الرئيس رجب طيب أردوغان عندما
وصل إلى السلطة، وصل عن طريق بلدية اسطنبول، هي تعتمد على الخدمات. وحاليا اسطنبول بعد أن تركها يعني حزب العدالة وقت تاني، هي تعاني الأمرين كما يقولون، وخاصة بعد وصول إمام أوغلو هناك. يعني الشعب التركي هو متشوق وحاليا، ولكن يريد أيضا أن تكون هناك خطوات على الأرض. أشرت لك قبل قليل بأن الشعب التركي أصبح أكثر وعيا مما كان في يعني سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولاحظنا كيف عاقب حزب العداله والتنميه في عام 2019 عندما يعني خسر بلديه اسطنبول وانقره. لذا الرئيس رجب طيب اردوغان فهم او قرأ من تصريحاته ومن خطابه بالامس بانه هو وصلت رسائل الشارع التركي والناخب التركي له، ويحاول الان ترجمتها على ارض الواقع. نعم، ما هو المستقبل الذي ينتظر اللاجئين خاصه السوريين منهم بعد فوز الرئيس اردوغان لولايه جديده برايك؟ يعني انا اتصور اعتقد هذا الملف هو ملف مهم للغايه وسوف يتم معالجته باقصى سرعه. لماذا؟ تتذكر خساره بلديه اسطنبول وانقره كانت هي بسبب موضوع اللاجئين، واستخدمت ورقه من قبل المعارضه. الحكومه التركيه هي قبل انتخابات البلديه في مارس المقبل سوف تحاول قدر الامكان ايجاد حل. الحديث من قبل الحكومه خلال الايام الاخيره الماضيه كان يدور حول اعاده طوعيه امنه في نفس الوقت، وعلى خلاف تصريحات المعارضة التركية التي تحاول أو تقول أنها سوف تطردهم خارج تركيا. تركيا تؤسس أو أسست البنية التحتية، وهناك أيضا مسار تقطيع العلاقات ما بين أنقرة والنظام السوري برعاية روسية. كل هذه الأمور أنا بتصوري سوف يعني تنضج خلال الأسابيع المقبلة، وت يعني تصبح أو تتبلور بشكل واقعي من أجل إيجاد حل هذه المشكلة يعني التي هي تهم تركيا بالدرجة الأولى. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودة أوغلو، شكرا جزيلا لك.